كيروش بعد تصدر مصر مجموعتها بتصفيات المونديال سنضحي حتى النهاية. كتب على تويتر: لعب الفريق بكفاءة وشخصية، كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي، هذا كله عن الانتهاء بنجاح. هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات للفريق حتى النهاية. طيب كيروش بيعمل ايه؟ كيروش بيقعد مع جهازه الفني وبيحط تقييمات لبعض اللاعبين او لكل اللاعبين. تقييمات كيروش والجهاز الفني للاعبي المنتخب: صلاح ليس الاول. طلب كيروش من الجهاز المعاون اختيار هيرو المنتخب على حد قوله، او ما يعني النجم البطل الذي كان له الدور الاكبر في الفوز بالمباراتين ومن ثم الاقتراب بشكل كبير من الصعود للمرحله النهائيه. واختار معظم اعضاء الجهاز الفني محمد النني. بالفعل محمد النني واحد من افضل اللاعبين في المباراتين الحقيقه، سواء المباراه الاولى اللي كانت في مصر او المباراه الثانيه اللي كانت في بني غازي. وجاء من بعده مرموش ومحمد صلاح. في الوقت الذي طلب أعضاء الجهاز من كيروش نفسه الاختيار ليعلن اختياره محمد الشناوي رغم إصابته في المباراة الثانية، طبعا لأن الحقيقة رجل ذكي جدا بالتصدي ده. الكرة دي لو كانت دخلت جون يا جماعة كانت غيرت حاجات كتيرة جدا 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 في كل ما يخص المنتخب الوطني. الكرة دي تحديدا، الكرة دي اتشاطت لو حضراتكم تتذكروا، اتشاطت وخبطت الشناوي، طلعها برجله وطلعها بإيده وجت في العارضة وطلعت، وكانت النتيجة 0-0 لو حضراتكم تتذكروا المباراة الأولى في القاهرة. ويمكن هي دي الفرصة الوحيدة اللي كانت في برج العرب طبعا المباراة، ويمكن كانت دي الفرصة الوحيدة للمنتخب الليبي أثناء هذا اللقاء. الكرة دي تحديدا ربنا كرمنا قدرنا نجيب بعدها مرموش قدر يجيب الهدف وكسبنا 1-0، والحمد لله ربنا كرمنا في المباراة الثانية وقدرنا نكسبها. بشرة خير، الواحد بيسمع الحقيقة بشرة خير جيدة جدا. مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون في برج العرب بحضور جماهيري. تشهد مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الجابون التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد، هي مقرر ليها إن شاء الله في شهر نوفمبر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، تواجدا جماهيريا باستاد برج العرب بالأسكندرية كما أكد وائل جمعة مدير المنتخب. الجبلية تدرس تعديل لائحة مباريات القسم الثاني إلى 5 تغييرات. الحقيقة برضو دي حاجة غريبة جدا، حاجة بالنسبة لي حاجة غريبة جدا بالنسبة لأي حد متابع لكرة القدم والرياضة. دوريين في بلد واحد، دوري الممتاز بيتعمل ب5 تغييرات، دوري الدرجة الثانية بيتعمل ب3، معرفش ليه، مش فاهم، محدش فاهم يعني. أنا الحقيقة سألت ناس كتيرة جدا محدش اداني إجابة مقنعة للكلمة دي أو للموضوع ده، إن دوري كرة قدم ألف وب، ألف اللي هو الدوري الممتاز وب دوري الدرجة الممتاز ب، الممتاز ب بيتلعب ب3 تغييرات والممتاز ألف بيتلعب ب5 تغييرات. طب إيه الدماغ في كده؟ ما حدش قال لك، ما حدش قال أي حاجة. اشتكى عدد من أندية الدوري القسم الثاني إلى اتحاد كرة القدم في قلة التغييرات إلى 3 تبديلات أقل من الموسم الماضي، بينما أعلنت رابطة الأندية للدوري الممتاز استمرار التغييرات المسموح بها لكل فريق إلى 5 تبديلات. أدينا بنشوف الحقيقة من الممكن أن يكون لسه في هناك تضارب الحقيقة ما بين بعض القرارات اللي بتتخذها رابطة الأندية وبعض القرارات اللي بيتخذها اللجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن حاجة غريبة جدا، دوري في مكان واحد في بلد واحدة، ودوري ألف ب5 تغييرات ودوري ب ب3 تغييرات، غريبة جدا. رابطة المحترفين تطالب الأندية بمنسق إعلامي لكل فريق في الموسم الجديد. والله بجد يا جماعة رابطة الأندية بتعمل حاجات جيدة تساعد الجميع في أن الموضوع أو كرة القدم تنتشر وتوصل في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. ليه؟ المنسق ده أنت لما تعوز أي حاجة، أي إعلامي بيعوز أي حاجة أو أي قناة بتعوز أي حاجة، هتكلم المنسق ده تقول له اديني 1 2 3، اذا كان يقدر يتكلم فبيقول والله عندي 1 2 و3. لكن الاول كنت بتكلم ده يقول لك معلش مش معايا، مع التاني تكلم التاني يقول لك معلش مع الاولاني، وهكذا. فالحقيقه في قرارات جيده بيتم اتخاذها في رابطه الانديه المحترفه، وكلنا هنبقى في ظهرها وكلنا هنقف معاها طالما هي قرارات جيده، ولكن يجب ان يكون هناك تنفيذ جيد لهذه القرارات.
عدم سداد الأندية الغرامات خلال شهر يعرضها لنقل مباراتها خارج ملعبها. رابطة الأندية حددت في لائحتها الخاصة بالموسم الجديد 2021 نقل مباريات أي فريق ممتنع عن سداد الغرامات الموقعة عليه بعد مرور شهر. يا مسهل يا رب. أنا بحب أقرأ الأخبار دي جدا. سويلم إمكانية زيادة أعداد الجماهير إلى 10,000 بعد انطلاق الدور الأول للدوري. لواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية قال إن هو سيسمح بدخول 2000 مشجع من الجماهير مع انطلاق الموسم الجديد بواقع 1000 لكل نادي. أما عن آلية دخول الجماهير فهي بالتنسيق مع الأمن وستكون متشابهة لتواجد الجماهير ببطولة أمم أفريقيا. أضاف أن أعداد الجماهير ستزيد تدريجيا خلال الفترات القادمة. أستاذ عامر حسين قال الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية لن تشهد إقامة مباريات محلية. شابو. هو ده الكلام، هو ده اللي خايف على بلده واللي خايف على الفرق اللي بتلعب المباريات النهائية في بلده، مش إن أنا أجيبه ألعبه أقول له لا لازم غصب عنك تلعب قبلها بثلاث أيام ونقعد بقى نخش في خناقاته وفي كلامه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لكن الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الكلام الجيد دايما هنقول عليه ان هو كلام جيد. رابطة الأندية ايضا يحق للاعب المعار المشاركة ضد ناديه الأصلي، وده ما كانش بيحصل الأول. محمد صلاح يغادر مطار القاهرة متجها إلى لندن، عنده مباريات طبعا ومواجهات نارية بعد نهاية التوقف الدولي خلال منافسات شهر أكتوبر في الموسم الجاري. طبعا هيلعب مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 9. كمان هيصطدم بأتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر في الجولة 3 لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. حسين الشحات عن تبادل قميصه مع نجم السلة، نتبادل الحب ويجمعنا تيشيرت النادي الأهلي. كلام محترم الحقيقة من حسين الشحات. وكاف يشيد بعمر مرموش، هدف وتمريرة حاسمة، بداية مميزة مع منتخب مصر. بالفعل هي بداية جيدة جدا وبداية رائعة، نتمنى الاستمرارية الحقيقة لعمر مرموش خلال الأيام القادمة، لأن المنتخب الحقيقة في احتياج لعمر مرموش وغير عمر مرموش خلال الأيام الفترة القادمة. معسكرات الحكام مستمرة حتى 30 أكتوبر وفوج للواعدين. تمام. رئيس لجنة الحكام بيقول نعمل على الاستعانة بالعنصر النسائي لإدارة مباريات الدوري. تفكير رائع وتفكير جيد، بس نخلي الحكام اللي موجودين الأول يعملوا اللي عليهم وبعد كده ممكن نستعين بالعنصر النسائي في إدارة مباريات الدوري العام المصري.